السلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة أخبار ثامنة، والبداية مع أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية. رئيس الجمهورية يكرم أبطال الجزائر المتواجدين في الألعاب البارالمبية نظير النتائج المشرفة وتشريفهم للراية الوطنية والرياضة الجزائرية في طوكيو. رئيس الجمهورية يسدي تعليمات وتوجيهات صارمة للتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لذوي الهمم. والمتوجون يثمنون التفاتة السيد الرئيس ويعتبرونها حافزا لتحقيق المزيد من النجاحات. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الفريق سعيد شنقريحة يشرف على التنصيب الرسمي للواء مبروك سابع مديرا للإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي. الجزائر تجدد التأكيد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وفي حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية التوافقية خلال مشاركة رمضان العمامرة بالقاهرة في اجتماع وزراء الخارجية العرب. تعزيز الحريات والحقوق وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول ضمن الأهداف الكبرى لمخطط عمل الحكومة. ولجمعيات المجتمع المدني دور بارز في تكريس المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية. قلعة ثياب الهلال بولاد سيدي إبراهيم بالمسيلة صرح تاريخي يستجدي العناية والاهتمام. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. في المستهل أشرف اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقصر الشعب بالعاصمة على حفل تكريمي على شرف أبطال الجزائر من ذوي الهمم المشاركين في الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 الذين شرفوا الراية الوطنية والرياضة الجزائرية في هذا المحفل الرياضي العالمي بتتويجهم وحصدهم 12 ميدالية من الذهب والفضة والبرونز. حفل التكريم حضره إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة وعدد من أعضاء الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية قام بالمناسبة بتكريم الرياضيين المتواجدين في الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020. الرياضي الأول عثماني إسكندر جميل من ولاية قسنطينة تحصل على ميداليتين، ميدالية ذهبية في اختصاص 400 متر تصنيف T13. الرياضية المتألقة الثانية جلال صافية تحصلت على ميدالية ذهبية ورقم عالمي في رمي الجلة. تتقدم الرياضية بوجعدار إسمهان من ولاية قسنطينة عن اختصاص دفع الجلة والتي تحصلت على ذهبية. تتقدم الرياضية المصارعة عبد اللاوي شيرين في اختصاص الباراجيدو من الجزائر العاصمة فئة B3 وزن أقل من 52 كيلوغرام والتي تحصلت على ميدالية ذهبية في هذه الألعاب. تتقدم الرياضية صايفي نسيمة من الجزائر العاصمة في اختصاص رمي القرص وتحصلت على ميدالية فضية. يتقدم الرياضي العداء كرعي عبد الكريم عن ولاية برج بوريريج في اختصاص 1500 متر T38
والذي تحصل على ميدالية فضية في هذه الألعاب. الرياضي قرجنا كمال من ولاية وهران في اختصاص دفع الجلة، ونال بذلك الميدالية الفضية في هذه الألعاب. تتقدم الرياضية جاسمي مونيا من ولاية باتنا، والتي حصلت على ميدالية برونزية في رمي الصولجان فئة F32. هذه الميدالية برونزية يكرمها بشأنها السيد رئيس الجمهورية شهادة تقدير وعرفان. تتقدم الرياضية حمري ليندا في اختصاص القفز الطويل، والتي تحصلت على ميدالية برونزية. يتقدم الرياضي فرحاح وليد في اختصاص رمي الصولجان F32، والذي تحصل على ميدالية برونزية ورقم قدره 35.34 متر. يتقدم كذلك الرياضي بطير حسين في اختصاص رفع الأثقال وزن أقل من 65 كيلوغرام، والذي تحصل على ميدالية برونزية في هذه الألعاب وتمكن من رفع 192 كيلوغرام، رياضي من ولاية معسكر. بعد ذلك أخذ السيد الرئيس صورة تذكارية مع أبطال الجزائر المتوجين. وعلى هامش حفل التكريم كان للسيد الرئيس حديث مع أبطال الجزائر من ذوي الهمم العالية ومدربهم. لوبجيكتيف نتاعنا المستقبلي سي لي جو تاع وهران، ندخلوا فيهم لي جو بارالمبيك، وسيرتو باريس 2024. ونشكروا احنا من طرف الوزاره الحمد لله جنده 100% الحمد لله، المرافقه كانت تامه. ومستقبلا انا ما نفرقوش بين الرياضيين الزاتلات نتاعنا، ما كانش فرق الحمد لله. اللي يرفع الاعلام هذاك هو اللي انا معاه. بالنسبه للرياضات الاخرين انتم شوفوا الرياضات لازم تجيب لهم لي زونترينور تاعهم، لازم نكونوا مكونين باش نخلقوا رياضات جديده. وزافي كارت برونش، ماهيش قضيه فلوس، ماهيش قضيه امكانيات. الحمد لله احنا ديروا بين عينيكم لوبجيكتيف 2024 في انتظار لوبجيكتيف 2024. ما يمنعكش باش ديروا لقاءات جهويه، لقاءات ما بيننا وبين رشيقة في تونس موريتانيا، بيننا وبين الدول تاع الساحل، بيننا وبين بعض الدول الأوروبية إسبانيا إيطاليا فرنسا اليونان. ديروا لقاءات باش لي زاتلات تاعنا تكون عندنا ألعاب بحر أبيض متوسط. إيه. عندنا واش دير روحك؟ واش دير روحك تكون؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. فهمت؟ سيدي الرئيس التوفيق. الله يبارك فيك. نجدد لك الشكر على رد الاعتذار. شكرا. الى توت لي انستركسيون باش يتهلا فيكم في المستقبل ماشي كيما زمان. ان شاء الله ان شاء الله. لازم يتبعوكم نهار بنهار. ان شاء الله. كانت المحدد معطرين. شريت يروحوا غير المدربين ينساو المدربين معطرين. انا نقول لك الماضي ينسوه. خلاص. هذا الإنسان اللي يبقى ماشي مع الماضي ما يتقدمش. هذه عطلة جزائر جديدة. هذا هو. ألور طلعوا حسابكم الشيء اللي تحتاجوه، الوزير ديسبوزيبل، إذا ما قدرتوش بعثوا بعث لك رسالة للوزير الأول ولا لرئيس الجمهورية. صحيح سي جواز. نقول لك تمام الصحة إن شاء الله. الله يجازيك صحة. الله يحفظ بلادنا. Thank you.
وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق وفي كلمة له بالمناسبة تأسف على ما لقاه الفوج الأول من الرياضيين من ذوي الهمم العالية لدى عودتهم من طوكيو، وقدم اعتذارا رسميا عما بدر من سوء معاملات تجاههم. سبقاق أكد أن رئيس الجمهورية أسدى توجيهات من أجل تكفل حقيقي وفعلي بالانشغالات الاجتماعية لذوي الهمم. وإذ نأسف لما لاقاه الفوج الأول من الرياضيين لدى عودتهم من طوكيو، فإننا نعتذر رسميا، أقول إننا نعتذر رسميا عما بدر من سلوك اتجاه الرياضيين ذوي الهمم العالية، ونؤكد أن اعتبارهم محفوظ ومصون. وما هذه المحطة إلا عنوانا لثمرة العمل الدؤوب والصبر والمثابرة من أجل تحقيق الأهداف مهما كانت الظروف. وإن هذا اللقاء هو رسالة لكل الشباب الجزائري، مغزاها أن الدولة الجزائرية لا تنكر فضل أبنائها، وأن الجزاء من جنس العمل. ومن هذا المنبر أقول أنه وبتوجيهات سامية من السيد رئيس الجمهورية وتحت إشراف السيد الوزير الأول، فإن الحركة الرياضية والشبانية في بلادنا ستعرف نقلة نوعية بفضل الإرادة السياسية العليا، عمادها تطهير القطاع من كل أشكال الفساد وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية لتتمكن من استقبال منافسات قارية ودولية، وتفعيل الدبلوماسية الرياضية، وكذلك التركيز على تعزيز قدرات المورد البشري للانتقال إلى الاحتراف الحقيقي. وفي هذا الصدد فقد أمر السيد رئيس الجمهورية بتعديل النص القانوني المحدد لكيفيات تحكيم كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي، لا سيما فيما تعلق بالتعويضات عن النتائج الممنوحة لهؤلاء الرياضيين، بحيث هذا التعديل سيسمح بالمساواة في المنح والتعويضات بالنسبة لكل الرياضيين النخبة والمستوى العالي. كما أسدى السيد رئيس الجمهورية توجيهاته من أجل التكفل الحقيقي والفعلي بالانشغالات الاجتماعية لذوي الهمم العالية على المستوى المحلي، بالإضافة إلى وضع حافلة مهيئة تحت تصرف الفيدرالية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. أبطال الجزائر المكرمون أشادوا بالالتفات الطيبة للسيد الرئيس إلى النخبة الوطنية من ذوي الاحتياجات الخاصة. تحية كبيرة للسيد رئيس الجمهورية على هذه المبادرة. اليوم حسينا صح باللي احنا باللي الدولة الجزائرية راهي تعتني بالرياضيين وبالناس اللي راهي تشرف في الجزائر وتطلع في العالم. مبادرة جد جيدة وشكر جزيل للسيد الرئيس. الحمد لله يا ربي، كانت مبادرة جد ممتازة، كسوة علينا حنايا، كسوة للرياضيين الاخرين باش يزيدوا يكون حافز ليهم باش يكونوا يزيدوا يخدموا، وهذا شرف لينا. كامنا يعطي الصحة كرام قال لي زات له وقال لنا كيش ما يخصكم راني لنا نشكر الوزارة اللي تاع جاو الله يبارك. يا لهذا التكريم اللي حبسنا باش نزيدو نواصلو مشوار رياضي ونزيدو نجيبو نتائج اكثر. هذا ويعود تلفزيون الجزائري لإنجازات الأبطال من ذوي الهمم العالية في طوكيو من خلال برنامج خاص أبطال من ذهب. البرنامج الذي يقدمه زميل توفيق دربال يأتيكم عقب هذه النشرة على الجزائرية الإخبارية. طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور وطبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، وتهدف هذه الحركة إلى إعطاء ديناميكية ونفس أقوى لسير الجهات القضائية والرفع من وتيرة أدائها بما يتماشى مع التحولات الوطنية الجارية، وذلك من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي. الحركة المتعلقة برؤساء المجالس القضائية يعين السادة الآتي أسماؤهم: رؤساء للمجالس القضائية
الآتية: مجلس قضاء الأغواط كمال حاج ميهوب سيدي موسى، مجلس قضاء بسكرة العيد بو خبزة، مجلس قضاء بشار دحو قادة، مجلس قضاء تم راست عبد الله خلفاوي، مجلس قضاء عنابة فتحي أحمد كبير، مجلس قضاء المدية لحسن سعادي، مجلس قضاء مستغانم عبد الحفيظ تبحيريتي، مجلس قضاء معسكر منور عنتر، مجلس قضاء وهران عبد القادر منصور، مجلس قضاء البيض العيد بالمعزيز، مجلس قضاء تندوف عمر خفاش، مجلس قضاء تسمسلت الهواري بن علال، مجلس قضاء سوق هراس مبروك مقدم، مجلس قضاء ميلا عزدين العرفي، مجلس قضاء نعامة بن سكران فيلالي، مجلس قضاء عين تموشنت حميد شطاح. الحركة المتعلقة بالنواب العامين لدى المجالس القضائية يعين السادة الآتية أسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية: مجلس قضاء أدرار عبد الوهاب إسماعيل، مجلس قضاء الأغواط إبراهيم شريف، مجلس قضاء أم البواقي شاكر جارة، مجلس قضاء بسكرة محمود بولقصيبات، مجلس قضاء بشار طارق لطرش، مجلس قضاء البوليدة عبد المجيد جباري، مجلس قضاء تمن راست حميد أكسوم، مجلس قضاء تلمسان نور الدين محبوبي، مجلس قضاء سعيدة محمد معطله، مجلس قضاء سكيكدا محمد المهدي مهوب، مجلس قضاء عنابة فريد قواسمية، مجلس قضاء المدية كمال غزالي، مجلس قضاء ورقلة فيصل بن دعاس، مجلس قضاء إليزي مبروك بوم علي، ومجلس قضاء تندوف محمد بن عودة. تابع للحركة المتعلقة بالنواب العامين لدى المجالس القضائية: مجلس قضاء خنشلة للنور بن مهيدي، مجلس قضاء سوق هراس منصف بن بالقاسم، مجلس قضاء ميلا عزدين تبيب، مجلس قضاء عين تموشنت زهير الطالبي، مجلس قضاء غرداية عبد القادر بالعطرة. الحركة المتعلقة برؤساء المحاكم الإدارية تعين السيدات والسادة الآتي أسماؤهم رؤساء للمحاكم الإدارية الآتية: أحلام نعيمة بن معمر للمحكمة الإدارية بشلف، المحكمة الإدارية ببسكرة مجيد خلفوني، المحكمة الإدارية ببشار نعيمة غوار، المحكمة الإدارية بتبسة مصمودي بوسنان، المحكمة الإدارية بالجلفة رشيد شرحبيل، المحكمة الإدارية بجيجل أسماء صحبي، المحكمة الإدارية بسطيف عمار بودفة، المحكمة الإدارية بسعيدة العيد عامر، المحكمة الإدارية بالمدية حدة توام، المحكمة الإدارية بمعسكر الهوارية درغال، المحكمة الإدارية بوهران نورة علال شريف، المحكمة الإدارية بالبيض محمد خلخال، المحكمة الإدارية ببومرداس سعيد قايدي، والمحكمة الإدارية بطارف العيدي عوداش. مع الحركة المتعلقة برؤساء المحاكم الإدارية: المحكمة الإدارية بتندوف عزدين كلوفي، المحكمة الإدارية بخنشلة يوسف يعقوبي، المحكمة الإدارية بتيبازا كهينة الحسين، المحكمة الإدارية بعين الدفلة علي بورطالة، المحكمة الإدارية بعين تموشنت ناصر فاسي، المحكمة الإدارية بغليزان حامد حفصي. الحركة المتعلقة بمحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية: المحكمة الإدارية بشلف إبراهيم براهيمي، المحكمة الإدارية بالأغواط محمد بالعربي زحماني، المحكمة الإدارية ببجاية عبد الكريم عروي، المحكمة الإدارية ببشار رضا حسيان، المحكمة الإدارية بتمن راست دحمان زناني، المحكمة الإدارية بالجلفة رضوان لشخم، المحكمة الإدارية بقسنطينة العياشي عوامرية، المحكمة الإدارية بالمدية عبد الرحمن بورنان، المحكمة الإدارية بورقلة صلاح الدين بن مشيش، المحكمة الإدارية ببومرداس كمال عمراني، المحكمة الإدارية بالوادي حسين مقدم، المحكمة الإدارية بتيبازا محمد سحنون، والمحكمة الإدارية بميلا
جلالي جنادي. دائما مع الحركة المتعلقة بمحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، المحكمة الإدارية بعين دفلة أحمد طنجاوي، المحكمة الإدارية بعين تموشنت كلثومة حابي، المحكمة الإدارية بغليزان خيرة بالملياني. إذن باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أشرف سيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مساء هذا اليوم بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال بالناحية العسكرية الأولى، أشرف على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء مبروك سابع مديرا للإيصال والاتصال والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي خلفا للواء بوعلام مادي. التفاصيل مع خليد حجلالي. في البداية وبعد مراسم الاستقبال وبحضور قائد الناحية العسكرية الأولى ورئيسي دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، التقى السيد الفريق بإدارات المديرية بقاعة المحاضرات، حيث ألقى كلمة بالمناسبة أكد فيها أن هذا التعيين يأتي في إطار مساعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى جعل سنة التداول على الوظائف والمناصب بمختلف مستوياتها سنة حميدة وتقليدا راسخا ينبعث من خلالها نفس جديد بين الصفوف وديناميكية متجددة. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 سبتمبر 2021، أنصب رسميا اللواء مبروك السابع مديرا للإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي خلفا للواء بوعلام ماضي. ويأتي هذا التعيين في إطار مساعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى جعل سنة التداول على الوظائف والمناصب بمختلف مستوياتها سنة حميدة وتقليدا راسخا ينبعث من خلالها نفس جديد بين الصفوف وديناميكية متجددة يتجسد من خلالها طموح الأفراد ويكبر أمالهم في جعل تقديس العمل والنزاهة والإخلاص والمقدرة والوفاء للوطن المعايير الوحيدة لبلوغ أسمى المسؤوليات والمناصب، لا سيما ضمن هذه المديرية الحساسة، نظراً لأن مجال الإعلام والاتصال يعد من بين الميادين الأكثر أهمية وحيوية في وقتنا الحالي. السيد الفريق أضاف أن القيادة العليا مدركة تمام الإدراك لحتمية رفع التحديات المستجدة من خلال العمل على تسطير استراتيجية إعلام واتصال فاعلة نابعة من قيم ثورتنا التحريرية المجيدة ومسترشدة بعمقنا التاريخي والوطني الحافل بالأمجاد والبطولات. هذه التحديات الحقيقية التي ندرك اليوم في الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني تمام الإدراك حتمية رفعها، ونعمل بدعم وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على تسطير استراتيجية إعلام واتصال فاعلة نابعة من قيام ثورتنا التحريرية المجيدة ومسترشدة بعمقنا التاريخي والوطني الحافل بالأمجاد والبطولات، ومتكيفة مع مقومات شخصيتنا الوطنية ومع خصوصيتنا الذاتية، وقادرة على المساهمة في بناء منظومة دفاعية وطنية متكاملة المهام منسجمة الأداء يمثل فيها الإعلام والاتصال ركنا مهما ومحوريا.
وفي الختام أسدى السيد الفريق لإطارات المديرية جملة من التوجيهات والتعليمات تصب في مجملها حول ضرورة مضاعفة الجهود وتنسيقها للتصدي لكافة الحملات الدعائية الهدامة مهما كان نوعها ومصدرها، من خلال إعمال اتصال قوامه الآنية والمصداقية يعرض الحقائق ويقيم علاقات بناءة مع وسائل الإعلام حتى يبقى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني دائما عنوانا للانتصارات والجاهزية والاستعداد الدائم للدفاع عن مصالح العليا للوطن. ختاما صادق السيد الفريق على محضر تسليم السلطة ووقع على السجل الذهبي للمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال. أكد وزير الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة على مواقف الجزائر الثابتة من الأزمات التي يمر بها عدد من الدول العربية في هذه المرحلة التي وصفها بالأخطر والأصعب في التاريخ المعاصر للعالم العربي، تبعث على القلق الكبير والإحباط المتزايد لدى المواطن العربي من المحيط إلى الخليج. جاء ذلك في بيانه خلال مشاركته اليوم بالقاهرة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي تنصب أشغاله حول دراسة عدد من القضايا السياسية الراهنة في العالم العربي على رأسها القضية الفلسطينية. العمامرة أشار إلى خطورة التوجه الذي تبنته بعض الدول بعقد تحالفات مع العدو التاريخي في سبيل تحقيق مكاسب آنية وإلحاق ضرر بالجار، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات لن تولد إلا مزيدا من التوتر في المنطقة، قبل أن يضيف أنها تؤثر سلبا على معالجة القضية الأولى والأساسية للأمة العربية وهي القضية الفلسطينية في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الأخيرة مزيدا من الدعم. هذا ورحبت الجزائر ببوادر انفراج الأزمة الليبية وبالتقدم الذي أحرزته العملية السياسية في هذا البلد لحل الأزمة الليبية، مشددا على مواصلة الجهود لدعم الأشقاء الليبيين وتمكينهم من تحقيق الاستقرار المنشود، مذكرا بمخرجات الاجتماع الوزاري المنعقد مؤخرا بالجزائر وبأهمية دور ومساهمة دول الجوار. هذا وجددت الجزائر مواقفها الثابتة بعدد من التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاهتداء بالحوار من أجل التوصل إلى الحلول السلمية والتوافقية التي تحفظ وحدة وسيادة الدول العربية وتحقق الطموحات المشروعة لشعوبها. كما جدد العمامرة على حتمية إجراء الإصلاحات الضرورية على منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدا أن موقف الجزائر من إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية الذي ينطلق من مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي. وتبقى الجزائر، يضيف العمامرة، حريصة كل الحرص على المشاركة في هذا العمل الإصلاحي والضروري وبالعزيمة نفسها. كما ستعمل الجزائر على جعل القمة العربية المقبلة التي ستتشرف باستضافتها محطة فارقة ومنارة مضيئة لمسار عملها المشترك مع توفير كافة شروط نجاح هذا الاستحقاق العربي الهام. نشرتنا مستمرة، الآن يرفع على مسامعنا أذان صلاة العشاء بتوقيت الجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. تقبل الله صلاة الجميع. نشرتنا مستمرة مشاهدينا. على هامش أشغال الاجتماع أكد وزير الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالمهجر على دعم الجزائر الثابت والمتوصل للأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك خلال مشاركته في أشغال اجتماع اللجنة العربية الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. وعلى هامش الاجتماع أيضا أجرى العمامرة سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه العرب من الكويت، فلسطين، مصر، السودان، تونس والأردن. المحادثات سمحت بتقييم علاقات التعاون وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذا المسائل المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.
بالمحكمة العليا أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على افتتاح أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، حيث تضمن جدول أعمال المجلس 6 محاور رئيسة تندرج في صلب المهام الدستورية المنوطة بالمجلس الأعلى للقضاء، وكلها مسائل مرتبطة بالمسار المهني والوظيفي للقضاة. ويجدر التذكير بأن اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته قد أنهت أشغالها، بينما تشارف اللجنة الثانية المكلفة بصياغة مشروع القانون الأساسي للقضاء على الانتهاء، على أن يتم عرض مشروعي القانونين على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء في أقرب الأجل قصد مناقشتهما والمصادقة عليهما من قبل البرلمان بغرض تنصيب المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الجديدة قبل نهاية السنة حسب ما يقتضيه الدستور. تنعقد دورتنا هذه في مرحلة متميزة ودقيقة يواجه فيها الوطن العديد من الرهانات والقضايا المفصلية التي يتعين على القضاء أن يعي أبعادها ويعد العدة لمواجهتها بصرامة القانون، وأن يساهم كل منتم للأسرة القضائية في تجاوز التحديات الراهنة، فإن الحرص القائم لاستكمال البناء المؤسساتي الذي تتسارع خطواته باستدعاء الهيئة الناخبة لتجديد المجالس البلدية والولائية يوم 27 نوفمبر القادم هو بمثابة الرد على واحدة من أنماط حروب التفكيك التي تحول دون بناء المؤسسات، حيث يشرف القضاة في هذه الأيام على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وبذلك تكون الدولة قد قطعت شوطاً كبيراً في مسار استكمال بناء المؤسسات، مؤسسات جديدة تجسيداً لالتزامات السيد رئيس الجمهورية لكي تمضي الدولة قدماً للدفع بعجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني. وضمن المحاور الكبرى لمخطط عمل الحكومة التي ستعرض للإثراء والمناقشة على نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع القادم الشق المتعلق بتعزيز الحريات والحقوق وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول يساهم في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية. المزيد مع منى العبديش. إرساء دولة القانون، تعزيز الحوار والتشاور، وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، وكذا تعزيز ضمانات ممارسة حرية التظاهر السلمي، أهم النقاط التي ركز عليها مخطط العمل لحكومة أيمن بن عبد الرحمن في شقه المتعلق بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات. نقاط تحقيقها على أرض الواقع يبدأ من مراجعة وتحيين جملة من النصوص التشريعية والتطبيقية. هو برنامج يعني فعلا تعامل مع النقاط، تعامل مع الواقع الجزائري بنظرة شاملة بعيد عن السطحية والظرفية. ما تضمنه المخطط من مراجعات لقوانين الأحزاب ولقوانين الجمعيات وللمجتمع المدني وللديمقراطية التشاركية هي في حقيقة الأمر هي تطبيق لما هو مكرس في الدستور الحالي. ولأن التجارب أظهرت على مدار سنوات الدور الهام والفعال للاتصال مهما كان مجاله، مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي بقطاع الاتصال ومهنة الصحافة أولوية مخطط عمل الحكومة، مساع تصب كلها لتكريس صحافة حرة ومستقلة تحترم قواعد المهنة. حان الأوان أن تقنن الأمور بحيث لا يكون فيها مساس بحرية التعبير، لا يكون مساس بالدولة، وفي نفس الوقت يكون فيها احترام لخصوصية المواطن، وكذلك في من حق المواطن كذلك أن يدلي بما بدلوه ويعبر عن رأيه، وأن وسائل الإعلام تكون هي تعبر على انشغالات وتكون المرآة التي تعبر عن انشغالاته، ولا يعني يذهب إلى البحث عليها في شبكة اجتماعية وفي وسائل الإعلام الأخرى. تدارك الأخطاء وسن قوانين جديدة في مختلف المجالات لسد الثغرات التي لطالما استعملت لضرب أمن واستقرار البلاد، ميز مخطط عمل الحكومة في مجال الحقوق والحريات، والذي يرجى من خلاله إحداث القطيعة مع الممارسات السلبية وتحقيق مكتسبات أكثر للمواطنين. برزت مساهمة المجتمع المدني والكشافة الإسلامية الجزائرية من خلال مبادرتهما التضامنية، خاصة خلال جائحة كورونا والحرائق الأخيرة التي مست العديد من ولايات الوطن، وهو ما يعكس التلاحم والتضامن وإقبال الشباب على الانخراط والمشاركة في العمليات التضامنية. المزيد مع أحمد خير الدين.
سواعد الشباب دائما ما كانت معاول بناء في الشدائد. أنيس واحد من بين شباب الجزائر الذين فعلوا دورهم في المجتمع المدني وكانوا خير مثال عن حس المواطنة والوعي الذي يتمتع به الشاب الجزائري. نحن في عمل دائم ومتواصل في عمل تطوعي إيمانا منا بهذا العمل التطوعي، إيمانا منا بأنه الجزائر حرها الجميع ويبنيها الجميع، إيمانا منا كذلك بأن الشباب الجزائري عليه أن ينخرط في الحياة العمومية عامة وفي الشأن العام كذلك عموما، وأن ينخرط في الجمعيات والمجتمع المدني وبمختلف أطيافه من أجل تكون حركية مجتمعية حقيقية. رافقنا عمله الميداني ووقفنا على واحد من النشاطات الجمعوية التي لا تقل أهمية عن المحن التي أثبت فيها الشاب الجزائري وحدته وتضامنه الكبيرين. إن مشاركة الشباب في الشأن العام والحياة العمومية تجسدها قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية عبر شبابها وإطارتها وعبر مشاريعها الميدانية تحت شعار ترقية المواطنة لدى الشباب بالممارسة، إيمانا بنا بأن المواطنة الحقيقية هي أفعال وليست أقوال. الكشافة هذوما يعني ولا غير يعني يخدموا خدمة يعني تصر أي إنسان يعني يحب الخير لحومته ولا يحب الخير لبلاده. الشاب الجزائري أثبت نجاعته فلقي كل التسهيلات دستوريا وحتى في مخطط عمل الحكومة لتفعيل مجتمع مدني حر ومسؤول. لما نشوف احنا الحريق اللي وجدت نتكلموا على الوباء، نتكلموا على الزلازل، نتكلموا على الفيضان، نتكلموا على عدة حاجات أصابت بها الجزائر، وإحنا كما قلوا كدورنا كدور الحركة الجمعوية بصفة عامة هو يعني تكون على مقربة من المواطن. هناك يعني قلنا وعي أكبر وفهم أكبر لدوره ومسؤولياته في المجتمع، هذا قلنا كان ظاهر وجلي في جائحة كورونا وخاصة وأيضا في الحرائق الأخيرة اللي مست البلاد، واللي شفنا أنه هبة قوية للمجتمع المدني من خلال القوافل تاع المساعدات اللي كانت تروح للولايات. ويبقى المجتمع المدني بدوره الفعال حجر الزاوية وحلقة الربط بين الدولة والمواطن. وفرت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية الجلفة وفرت كل الإمكانات والظروف لسحب استمارات الترشح للانتخابات المحلية المقبلة. المزيد مع محمد شوقي بونيف. عملية سحب استمارات الترشح لانتخابات المجالس المحلية والولائية بولاية الجلفة ما تزال مستمرة، إذ سخرت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كل الظروف لسحب هذه الاستمارات. اليوم رانا جينا ولقينا ترحيب وكل المساعدة من اللجنة المستقلة من أجل سحب استمارات الترشح للانتخابات المحلية 27 نوفمبر 2021. نشكر السلطة المستقلة لولاية الجلفة على حفاوة الترحاب، حيث بلغنا بأن السلطة بدأت استقبال الأحزاب والأحرار من أجل استلام وثائق التزكية للانتخابات المحلية المقبلة إن شاء الله. نشكر القائمين على اللجنة المستقلة على حفاوة الاستقبال والاهتمام بهذا الموضوع وإعطاء الأهمية الكبرى لهذا العمل الجاد. إقبال ممثلي الأحزاب والقوائم الحرة على مكاتب سحب الاستمارات بالمندوبية الولائية للسلطة بولاية الجلفة بعد توفير كل المطبوعات وكذا إعطاء التوضيحات والشروحات اللازمة لهذه العملية. العملية يعني تسير بشفافية تامة لأنه يعني الأمور كلها يعني محكومة بالقانون والأمور واضحة في هذا المجال، يعني يبقى فقط الشيء اللي ممكن تقوم به المندوبية هو تقديم شروحات توضيحات أو الإجابة على الاستفسارات لبعض يعني الراغبين في الترشح حتى يعني يكون على بينة من كل التفاصيل خاصة الجوانب الإجرائية والتنظيمية. والعملية يعني مستمرة خلال يعني الأيام القادمة إلى غاية انتهاء الأجل القانونية اللي حدها القانون بخمسين يوم كاملة قبل يوم الاقتراع. تسهيل كل الإجراءات لسحب استمارات الترشح للانتخابات المحلية المقبلة إلى غاية 7 أكتوبر الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح في هذا الحدث الوطني الهام. هذا وتسير عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بولاية أدرار في ظروف حسنة، حيث تعرف إقبالا كبيرا للشباب، تقول وهبة مسوج. بهذا المقهى الذي يتوسط مدينة زاوية كنتا بأدرار اعتاد محمد لقاء أصحابه كل صباح،
يتبادلون أطراف الحديث. اقتربنا منهم ولمسنا لديهم حس المواطنة والإيمان بالجزائر الجديدة. العام زدت عاودت التسجيل، ونتمنى اللي راهم باين يطلعوا في هذه الانتخابات يخدموا لنا البلاد والاستقرار لهذه البلاد هذه، لان اللي فاتوا ما شفنا والو. والخطر نتمنى الشباب يعطوا فرص للشباب اللي عندهم كفاءه مهنيه اللي هما اللي يوصلوها ان شاء الله. اؤمن بشيء اسمه الانتخابات، اؤمن بشيء اسمه الجزائر الجديده. من هذا المنبر اقول للمواطنين هلموا الى الانخراط في القوائم أو التسجيلات، لأن من يؤمن بالجزائر الجديدة يجب أن يكون اليد في اليد والند في الند من أجل بناء هذه الجزائر. والحمد لله، حتى قلت أنه في الجزائر الجديدة أصبح يعني الرأي محترم، وأصبح أنه الحمد لله أنه كاين حرية الاختيار وحرية التعبير. وتعرف عملية مراجعة القوائم الانتخابية ببلدية زاوية كنتا إقبالا واسعا للشباب. زيد نسجل باش الصوت نتاعي ما يديه حتى واحد، وثاني حاجة باش تعبر على روح المواطنة الجزائرية. أنا جيت نسجل نيابة عن أختي، قمت بالتسجيل هنا في مكتب الانتخابات وكان حسن استقبال. المواطنين عندهم إقبال كبير، وهذه على حسب النتائج اللي راهي في اليوم الرابع. راهي ما شاء الله راه عندنا في التسجيلات 158 تسجيل جديد، منهم اللي عندهم السن القانوني، وكاين 13 حالة تحويل إقامة. مراجعة القوائم الانتخابية فرصة للمواطنين والشباب خاصة لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري. والأجواء نفسها تعرفها عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ببلدية واد العثمانية بولاية ميلا. تفاصيل مع نور دي بن عبسة متابع. فتحت القوائم الانتخابية للمراجعة الاستثنائية، وقد حضر الراغبون في التسجيل لأجل أداء واجبهم الانتخابي يوم 27 نوفمبر القادم. جيت ندير التشطيب تاع المرا تاعي، كانت تكون في عين السمارة، وراح نبدلها التشطيب بالواد العثمانية. ذا نخرج لها ولقات على الانتخاب، نحوسوا على الانسان اللي يخدم البلاد. رمضان شلوش شاب جزائري من واد العثمانية قرر هذه المرة أن يؤدي واجبه الانتخابي، فجاء لتسجيل نفسه ضمن قوائم الانتخاب. قلت له أول مرة كانت عندي مشاكل في أمارات وثائق إدارية، ذكري قلت له وثائق تاعي جيت حبيت نسجل. هذا واش كاين؟ وماذا بنا ننتخبوا المواطن كامل. عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ما زالت مستمرة لغاية 15 سبتمبر الحالي. شف اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن لحفاية بالعاصمة على مراسم اختتام مشروع برنامج دعم التكوين والتشغيل والمؤهلات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج وبعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر. سهيل دامون. آخر 2020 عيطوا لي وبعثوني شركة كومات المتخصصة في صناعة المقطورات، عقبت التست ونجحت ودوكا راني في مرحلة التكوين. لقد كنا محظوظين بالمشاركة ضمن هذا البرنامج، وتمكننا في الأخير من توظيف 4 أشخاص في نهاية تربصهم ضمن مؤسستنا الناشئة. موائمة أفضل بين التكوين والعمل عن طريق إشراك المؤسسات والقطاع الاقتصادي بصفة مباشرة هو ما جسده برنامج أثاق طيلة 4 سنوات. عدة مشاريع ويعني برامج من شأنها أنه استغلالها في إطار الديناميكية الوطنية وبرنامج الذي سطره كل قطاع، خاصة لمعضلة تكييف التشغيل مع احتياجات سوق العمل. لهذا الشيء كونا الإطارات تاع لي سي اف بي، منهم مركزيين ومنهم في الولايات بيلوت. درنا لهم تان ان سيستم دانفورمينغ باز دو دوني كونسيرنون لا جيستيون بار لو مانجمنت كاليتي دان سي اف بي ا، ملي يدخل المتربص حتى يخرج. بمعيد الزملاء في افاق ولينيو اوروبيان، دونك احنا في هذا الاطار سطرنا برنامج، باش هذا البرنامج هو برنامج دعم بالنسبة للقطاع التكوين المهني من خلال المؤسسات نتاعو، كذلك بالنسبة للأساتذة والمكونين والمتمهنين على مستوى
كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة. وفي ختام هذا البرنامج الذي موله الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجزائر وسمح بتعزيز التعاون وجعل المؤسسات والقطاع الاقتصادي في لب منظومة التكوين، تأكيد على أهمية هذه البرامج في خلق مناصب شغل جديدة. في التنمية المحلية وقصد تحسين المستوى المعيشي لساكنة المناطق النائية، استفادت بلدية بوطالب جنوب ولاية الصيف من مشروعين هامين يتعلقان بالتزود بالغاز الطبيعي والربط بالشبكة الكهرباء. المزيد مع سعيد بلونيس. بوطالب بلدية بأقصى جنوب ولاية الصيف، بتضاريسها وطابعها الجبلي الغابي والريفي، ليستفيد أكثر من 1700 مسكنا بها بمزايا الغاز الطبيعي. مطالب تحققت وأخرى تنتظر. كنا ننتظر بفارغ الصبر مدة سنوات، والمشروع كما نقولوا احنا يا كل خطرة المواطنين يروحوا يشكي وكذا منا، يقول لك هاي الدراسة ما كان والو. اليوم الحمد لله وفرج علينا ربي كما يقول لك على المنطقة كاملة المواطنين. بنفس البلدية والتي تعد حدودية مع ولاية مسيلة، تم ربط ساكنتها بشبكة الكهرباء لفائدة أزيد من 500 نسمة. المشاريع التي تأتي كلها معتمدة على أسلوب الحوار المباشر مع المواطن لرسم أوراق طريقها. كاين اللي 20 سنة، كاين اللي 25 سنة، هازين من ديار من بعضنا هكذاك. واليوم الحمد لله. المواد الطاقوية رافد من روافد التنمية المحلية لإعطاء دفع لباقي البرامج التنموية الحيوية بهذه المناطق كالفلاحة، الصحة، التعليم والموارد المائية. بمبادرة من الصندوق الوطني للسكن بولاية تيزي وزو، استفاد أمس السكان المتضررون من الحرائق الأخيرة بدائرة عين الحمام من إعانات تم صرفها مباشرة من شبابيك بنك الفلاحة والتنمية الريفية. الروبورتاج ليندا مكي. إسهاما منه في تعويض ما تكبده المواطنون من خسائر في الممتلكات خلال الحرائق الأخيرة، الصندوق الوطني للسكن يقدم مساعدات مالية لتعويض المتضررين بأعالي تيزي وزو. في العمر المؤمنين والمحسنين يحبوا الله والإسلام. عوضوك الحجر. عوضونا الحمد لله. الحمد لله كلتنا النار الحمد لله من ملا عوضوني اكزاكتو عطوني سوم دارجون عطوهم صحاخ الحمد لله عطونا تعويضات لي باش نخدموا ويعطيهم الصحه. هذه المساعدات تضاف الى اليات المنتهجه للتكفل الامثل بالمتضررين. الاحصاء لجميع المتضررين ولا سيما ولايه تيزي وزو ولايه بجايه قام إحصاؤهم. احنا اليوم رانا متواجدين في ولاية تيزي وزو لسماح للمواطنين أن يقبضوا ما يستحقونه لإعادة ترميم مساكنهم. عندنا من 1983 في ولاية تيزي وزو، وتتواصل بذلك الجهود الوطنية لتعويض ما يمكن تعويضه جراء الحرائق. وبولاية جيجل انطلقت المرحلة الأولى من عملية تعويض الفلاحين مربي الماشية، لتليها المرحلة الثانية التي تشمل الفلاحين الذين تضررت محاصيلهم الزراعية وكذا بساتينهم بفعل الحرائق الأخيرة. المزيد مع سعيد بلعز. تبعا لتعليمات وأوامر السلطات العليا في البلاد بتعويض المتضررين من الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات خلال شهر أوت المنصرمة، شهدت ولاية جيجل انطلاقة أولى بداية عمليات التعويض للفلاحين المتضررين الذين مست الحرائق محاصيلهم النباتية والحيوانية. من بلدية ستارة كنت سعية صراحة، ومن بعد جات النار هربنا احنا لحقت كلاتنا، هذه هي كلاتنا 7 أبكار، والحمد لله كعوضتنا الدولة وما طولتش علينا. الحمد لله التفاتة طيبة من طرف الدولة، نشكر الدولة على رأسها الرئيس تبون، ونشكر الممثلين ساعة الدولة في جميع الأسلاك والقطاعات الذين هبوا، والجمعيات الخيرية التي هبت يعني لمساعدة هؤلاء المتضررين. عملية التعويض اشتملت على 3 مراحل. المرحلة الأولى التي بدأت اليوم وهي تعويض عن الثروة الحيوانية، على أن تتبع بالتعويض عن أضرار المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، ثم التعويض عن أضرار خلايا النحل في الأيام القادمة.
تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بإحصاء كل المتضررين دون نسيان والتكفل بهم عن طريق الإسراع في تعويضهم، قمنا اليوم بتعويض جميع المتضررين من الأنعام، سواء كانت أبقار، سواء كانت أغنام، سواء كانت معز. يشار إلى أن هذه المبادرة لاقت الاستحسان من طرف الفلاحين. في تطور الوضعية الوبائية بالبلاد، تم أمس تسجيل 313 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 175 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. هذا وأعلنت وزارة الصحة عن تمديد نطاق الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح ضد كوفيد 19. القرار يهدف إلى تلقيح 70% من مجموع المواطنين إلى نهاية السنة الجارية لتحقيق مناعة جماعية ضد الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية. هذا وكشفت وزارة الصحة عن تلقيح ما يزيد عن 1,000,000 شخص خلال هذا الأسبوع، وتؤكد وزارة الصحة دائما عزمها على السهر على حسن سير عملية التلقيح تزامنا مع الدخول الاجتماعي، حيث تم فتح مراكز تلقيح إضافية بدءا من المدن الكبرى وكذا المناطق النائية من الوطن. في جو مهيب وريثر اليوم بعد صلاة الظهر بمقبرة بوزوران بمدينة باتنا جثمان المجاهد عمار بن شيبة عضو جيش التحرير الوطني الذي وفته المنية مساء أمس عن عمر ناهز 97 عاما. وإثر هذا المصاب الجلل تقدم رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل بأخلص تعازيه إلى عائلة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة. كما تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العي دربيجة إلى عائلة الفقيد ورفاق دربه بخالص التعازي وأصدق المواساة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن في شأن الصحراوي، وصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماتها على مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي عبر عدة نقاط من الجدار الرملي حسب البيان رقم 301 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. تشهد الانتخابات البرلمانية بالمغرب أجواء من التوتر على خلفية استنكار عدد من الأحزاب السياسية للتجاوزات الخطيرة التي سجلت خلال عملية الاقتراع وتحذيرها من استعمال المال السياسي لشراء الأصوات والذي من شأنه أن يهدد نتائج الاقتراع، حيث استنكرت بعض الأحزاب المشاركة في بيان لها البلطجة وطرد المراقبين خلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع والتي شهدت عدة خروقات وتجاوزات خطيرة في مناطق مختلفة بلغت درجة الهجوم والاعتداء على بعض مقرات الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات البرلمانية. مجد، الآن نختم النشرة من قلعة ذياب الهلالي الواقعة بولاد سيد إبراهيم بولاية المسيلة. مجد، نتابع أيمال في هذا التراث المادي والمحلي معلم أثري على ارتفاع حوالي 600 متر. القلعة مصنفة ضمن قائمة الجرد الإضافي للممتلكات الثقافية للولاية، تاريخ ضارب في زمن منذ الوجود الروماني ببلادنا. هشام سعدودي زار القلعة وعاد بالروبورتاج التالي، نتابع. مرشدنا السياحي يستطلع المكان يبحث عن أثر من مروا من هنا، الأجداد الأوائل والرومان والويندال والعرب الفاتحون والأتراك والفرنسيون المحتلون. تسلقنا الجبل وعلى القمة استقبلتنا أطلال القلعة أو القليعة أو الحصن العسكري أو السجن الروماني أو مخابئ الحبوب. مع كل ذلك حكايات مثيرة في الموروث الشعبي للمنطقة حيكت حول المكان. هذه القليعة معروف عليها، عقبت عليها بزاف اساطير، عقبوا عليها بزاف اجناس. هذا كان بوست افونسي للرومان، كانوا مستعملينه كحصن، فهمت؟ كانوا مستعملينه كحصن ومامتو كان يخبي فيه القمح. كاين بزاف اساطير احنا تورثناها في الادب الشعبي تاعنا، منها حكايه ذياب الهلالي. للحجر هنا صوت عتب يستجدي الترميم. القلعه هذه تعنينا كثير احنا، خاصة منطقة البساعدة منا والحضنة، وإحنا ماذا بينا يعطوها الاعتبار لهذه المنطقة، إن شاء الله يعودوها لنا تولي معلم تاريخي، معلم حضري
وماذا بين يعودوا حتى السواح يجون هنا يحوسوا فيها إن شاء الله يا رب العالمين. زخم كبير هنا من الذكريات، هنا تلمس الزمن. هذه البلاد لم تذق أبدا بأبناء الوطن ولا أجناس الناس، ومر عليها كل من وطئ الثرى تقريبا. إلى تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبوني يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. رئيس الجمهورية يكرم أبطال الجزائر المتواجدين في الألعاب البارالمبية نظير النتائج المشرفة وتشريفهم للراية الوطنية والرياضة الجزائرية في طوكيو. رئيس الجمهورية يسدي تعليمات وتوجيهات صارمة للتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لذوي الهمم. والمتوجون يثمنون التفاتة السيد الرئيس ويعتبرونها حافزا لتحقيق المزيد من النجاحات. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الفريق سعيد شنقريحة يشرف على التنصيب الرسمي للواء مبروك سابع مديرا للإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي. الجزائر تجدد التأكيد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وفي حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية التوافقية خلال مشاركة رمضان العممرة بالقاهرة في اجتماع وزراء الخارجية العرب. تعزيز الحريات والحقوق وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول ضمن الأهداف الكبرى لمخطط عمل الحكومة. ولجمعيات المجتمع المدني دور بارز في تكريس المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية. وكانت لكم في النشرة جولة في قلعة ذياب الهلال بولاية سيدي إبراهيم بالمسيلة، صرح تاريخي يستجدي العناية والاهتمام. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله.